الإعلامية والكاتبة هدى الرشيد، نكمل حوارنا الله وقصة يحييك. حياتك اللي يعني حقيقة نفتخر فيها. وأنا شكرا يعني شكرا. أنا يعني ألهمتيني صراحة باللي ذكرتيه في محورنا الأول، قصة ملهمة الله وفيها عليك، من شكرا المعاناة. شكرا. قصة لندن، ولما جيتي لندن والتحقتي في البي بي سي بعد أيضا كان فيها معاناة جدا. وغربة لا بس قصة غريبة، يعني إيه. أنا جيت لندن شهرين دراسة لغة، تقوية للغة، والمشرفة والترتب هذه الدراسة زوجة منير شما، يشتغل في البي بي سي. فقلت لها طالما أنت يعني زوجته هو يشتغل في البي بي سي، جيبي لي يعني إذن أني أزور البي بي سي. فالبي بي سي قالت تجيب لنا كتاب من السفارة. رحت السفارة، والله السفارة يعني كانوا مرحبين ورسلوا خطاب للبي بي سي، السفارة السعودية في السفارة لندن. السعودية، بناء عليه يعني ما مو كانت زيارة عادية، حضروا لي أسبوع، رتبوا لي زيارة أسبوع عشان خطاب من السفارة السعودية جاي للبي بي سي، فرتبوا لي أسبوع زيارة. رحت الاستديوهات، الأخبار، البرامج، كل المسلسلات، التمثيل، الغنى، كل شيء شفته. في آخر يوم بالزيارة كنا قاعدين على طاولة، خلاص الأخبار، شفت الأخبار وكل شيء، قدموا لي ورقة استمارة طلب عمل، يعني تقديم عمل. قلت لهم طب أنا مسافرة بعد يومين. قالوا ما يهم، تسوي التجربة في القنصلية البريطانية في جدة وبعدين نشوف. أنا خلاص بدون وعي، لا فكرت لا في أبويا ولا في أخويا ولا في أحد، عبيت، وقعتي. وقعت، عبيتها، وقعت وأخذوها ورجعت المملكة، رجعت جدة. بعدين بعد فترة رسلوا لي تعالي اليوم الفلاني تسوي التجربة الصوتية. اليوم الفلاني كان رمضان وأنا مولودة في رمضان، فرحت صايمة وسويت التجربة. كان عبارة عن ترجمة وتقرأ حاجة وتجيب تتكلم 3 دقائق من يعني موضوع ما حد محدده، انت تختاره. انا اخترت ايامها النفط وبس، وتركت ورجعت البيت، ما قلت لأحد. طبعا هذا كله ما حد يعرف، لا اخويا ولا زوجة اخويا ولا احد. وبعدين رسلوا لي خطاب، انت نجحتي لكن هذا مو معناه ناخذك. البي بي سي طريقتها يعني ما تديك حاجة 100%، لكن إذا أخذناكي حيكون في سبتمبر. كانت الدنيا بداية الربيع كده، قلت أوكي. ما كمان ما جبت سيرة لأني ماني متأكدة من شيء. ويوم خارجة ولما رجعت البيت زوجة أخويا تقول لي السفارة البريطانية بتدور عليكي. قلت لها إيش بتدور عليكي؟ ها يا سفارة إيش تبغوا؟ قال البي بي سي يبغوكي تيجي الآن. قلت لهم لا، هم قالوا في سبتمبر. أنا لسه أبويا ما قلت له، أخويا ما قلت له، هما قالوا في سبتمبر، أنا أجي في سبتمبر. وبعدين تخلوا تذكرتي جدة، دمشق، جدة، لندن، لأن لازم أروح لأبويا في دمشق، ولازم أخلي دمشق لندن علشان لما بعد 3 سنوات يدوني تذكرة لجدة. فقالوا لي أوكي. فقلت لأخويا، قال لي إذا أبوك ما عنده مانع أنا ما عندي مانع. رحت على دمشق. انت قلتي له بجلس كم سنة او اقل للوالد؟ الوالد لما قلت له أول ما دخلت على الوالد قلت له أخويا ما عنده مانع أني أشتغل في إذاعة لندن البي بي سي إذا أنت ما عندك مانع. فلما دخلت عليه بأخويا قال لي إذا أخوك ما عنده مانع أنا ما عندي مانع. كم حتقعدي؟ قلت له سنة. هذه كذبة بس يعني، لأنه أنا حقعد، هو العقد 3 سنين يتجدد ل5 سنين، لكن انا قلت له سنه خوفا يعني. وبعدين يعني بيني وبينك في قلبي يعملوا لك فتره تجربه لمده 6 شهور، فممكن افشل فارجع حتى قبل السنه، فانا قلت له سنه. قال لي اوكي وخلاص. ورجعت على جده وبعدين على لندن. بعد السنه طب علي ابوي الله يرحمه، ابد ما خلى السنه تمر الا جاء. بعد ما سمع اسمك في بعد ما الإذاعة سمع اسمي بعد 6 شهور يسمع اني اقرا الاخبار، بس جاني مهما كان يبغى، يعني سلطة الابو بس في قلبه راضي. القصة اللي سمعناها في الجزء الأول، وهذا يعني موقف
يعني تفتخرين فيه بالتأكيد. جدا جدا انبسط فيه يعني، كده يفرحني. وحب لندن عندك. أنا حب لندن جدا، الغريب يعني في الامر انه صار يحب لندن. جميل.